يحق لي كمواطنة بحرينية حرة أن أعبر عن رأيي بكل شفافية اتجاه الحوار العقيم، وكرسالة أوجهها للأطراف المشاركة بالحوار، وأعني بذلك المعارضة قبل النظام نفسه، بأن حوار الطاغية سلمان مرفوض، فدماء الشهداء وتضحيات الأسرى وجراحات المصابين لا يمكن التحاور عليها ومبايعة هذا النظام الساقط، وعليه فإن حوار سلمان لا يمثلني.